Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, في هذا اليوم أنا نور فاتحة أسميزة بنتي عبد الرحمن مع أصدقائي نور عاكلة بنتي حمدان ونور فرعين بنتي سمسودين. InsyaAllah, نحن سنقدم التقييم المدرسي المستمر، التقييم الفصلي تحت قواعد التقويم التحريري. توجد ثلاثة قواعد التقويم: أولا ملاحظة، وثاني الشفه، وآخرا التحريري. طيب، نبدأ بتعريف التحريري. تعريف ومعنى: معجم المعاني الجامع، معجم عربي تحريري، هو كتابي عكسه شفهي امتحان تحريري. واصطلاحا هي الصياغة المحكمة لكتابة وفق قواعد اللغة العربية وأساليبها. ثم وتشمل الاختبارات التحريري على نوعين هما: أولا الاختبارات المقالية، وثانيا الاختبارات الموضوعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي نور فرعين بنت شمس الدين، وبعد ذلك سأستمر. وتشمل اختبارات التحضير على نوعين هما: أولا اختبارات المقالية، ثانيا ما اختبارات المقالية؟ اختبارات المقالية تهدف اختبارات المقالية إلى التعرف على مدى اكتساب الطالب لمستوية تعلم كلية مثل التفكير والإبداع والتحليل والاستدلال. كما اختبارات المقالية تهدف إلى قياس قدرة الطالب على التكبير وترتيب الأفكار. وبعد ذلك أمثلة الاختبارات المقالية. تنقسم الاختبارات المقالية إلى نوعين هما: أولا أسئلة المقال ذات الإجابة الحرة، ثانيا أسئلة المقال ذات الإجابة مقيدة. تالي مثل أسئلة المقال ذات إجابة الحرة. ما إجابة الحرة؟ إجابة الحرة إجابة المستقلة لا مخططة إجابة. المثل اسمي عين، اسمي أبو، اسمي علي، أسكن في كولاي، أسكن في جوهو بارو، عمري 13، عمري 14. مثل ثانيا يشتري علي ما؟ يشتري علي تفاح، يشتري علي برتقال. إجابة الحرة لا يوجد مخططة. وبعد ذلك مثل أسئلة المقال ذات الإجابة مقيدة. أذكر اثنين من اسم إشارة. إجابة مقيدة بالمعنى إجابة حسب مخطط إجابة. أذكر اثنين من اسم الإشارة مثل هذه، ذلك. ثانيا اذكر ثلاثة أمثلة من نائب الفاعل مثل كتب وإلى. الآن نمثل عن اختبارات موضوعية. يتحدد مفهوم الاختبارات الموضوعية بمدى بعدها عن مصطلح ذاتية في تناولها لتقويم الطالب أو في تقدير درجته بشكل لا يختلف باختلاف المصحح.
الأمثلة الاختبار الموضوعية ينقسم إلى 3 أقسام. أولا الأسئلة صواب والخطأ، ثانيا الأسئلة مزاوجة، ثالثا الأسئلة اختيار من متعدد. هيا ننظر إلى الأمثلة الأسئلة صواب والخطأ. الأسئلة صواب والخطأ كما في الصورة، ضع علامة صح في الإجابة صحيحة. ثم الأسئلة مزاوجة، وفق بين كلمة والصورة الأمثلة. ثم الأمثلة الأسئلة اختيار من متعدد مثل في الصورة، تصنف عن كلمة الآتية، ثم املأ الفراغات بإجابة باختيار صحيحة مما بين قوسين. والآخران مراجع، مراجع من كتاب والإنترنت، من كتاب أولا من عنوان فصلي أساليب تقويم، ثم التحرير الأدبي عرب من إنترنت من www.alamani.com وهو قاموس. شكرا جزيلا.